السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو جيت نهضر لكم على الجيف اواي ولا المسابقات على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب. كيف ما كتشوفوا مؤخرا كثروا لي جيف اواي، طاقي خمسة بارطاجي وغادي تربح وغادي تربح، وبزاف الناس ولاو تيهضروا على هذا الموضوع هذا. بغيت نعطيكم الراي ديالي، بحيث انني كنت من الناس اللي داروا جيف اواي، وبحيث انني من الناس اللي شاركوا في دي جيف اواي. كيف ما كتشوفوا الجيف اواي في المغرب ما عندوش شي قانون اللي كينظمو حاليا، وبزاف الناس كينصبوا على المتابعين ديالهم وما كاينش اللي يقدر يتابعهم باي حجه كيقول لك راه الكونت ديزاكتيفا ولا الكونت سينيالا. نهضر لكم على ثلاثه الفئات من خلال التجربه ديالي. نهضروا على الفئه الاولى اللي هي كتعطي جيف اواي للمتابعين ديالها من المال الخاص ديالها، وغادي نهضر على الناس اللي كيعطيك بعض الشروط، ونهضر على واحد الناس اخرين. اول حاجه غنهضر على الناس اللي مزيانين في لي جيف اواي، وانا من الناس اللي كيشاركوا في لي جيف اواي ديال شي قنوات على اليوتيوب ولا حتى في الانستغرام. هاد الناس هادو كتجي عندهم واحد الشركه، كتكون القناه ديالهم متخصصه في لي ريفيو ولا مراجعه المنتوجات. كتجي عندهم واحد الشركه، نفترض تليفون، كتقول لهم ديروا لي ريفيو لهاد التليفون وغنخلصكم بواحد القدر ديال المال. هو كيشرط عليها، كيقول لها بغيت كادو لي فان ديالي، كتعطيه يا تليفون يا جوج تليفونات يا ليكيت، يا المهم شي حاجه من عند الشركه، واكثريه كيكون نفس التليفون اللي داير عليه هو الفيديو. هاد الناس هادو ثقه، وهما ما كيضحكوش على المتابعين ديالهم. كيدير لك كيقول لك ها التليفون اللي جبت، ها المواصفات ديالو، وكيدير لك في اخر الفيديو جيف اواي. وهاد الجيف اواي انا كنشارك فيهم ما كيكونش فيهم شي شروط اللي بزاف. كيقول لك خاصك تكون دير ابوني لاشين، وخا دير ليا كومونتير كيف ما كان، وانا لا رجعت فيك راه غادي نتواصل معك. وما بغيتش نذكر الاسم ديال هاد الشخص، هو الله يعمرها دارو معروف في اليوتيوب، كيدير هاد الشيء ديال لي ريفيو ديال التليفونات والالكترونيك بصفه عامه. هاد الناس هادو ما تنصبوش على المتابعين ديالهم، بحيث انهم ما تيفرضش عليك شي حوايج ديرهم باش انك تستافد، وهو تيستافد الله يسهل عليه، راه خدم على ديك القناه حتى طلعها، حتى ولاو كيجيو عنده الشركات كيقول ليه دير لنا، ولا هو كيدير دي كولابوراسيون مع الشركات ولا مع الناس. هذا ماشي مشكل، الله يسخر لكل واحد. بنادم راه كل واحد تيفيق مع الصباح الا هو تيمشي تيقلب على رزقه. حنا غير اللي ما بغيناش تنصبوا على الناس اللي ما في حالهم شو تستغلوا الفقر باش ديروا نتوما الفلوس وتفلاو على الناس. هذا ما كان. نهضر على الصنف الثاني اللي كيستغل المتابعين ديالو. هذا الصنف الثاني شنو كيدير؟ كيكون عنده واحد بلاتفورم، واحد الانستغرام ولا واحد القناه في يوتيوب، واكثريا كيكون هادشي في الانستغرام. كيجي كيقول لك راني داير جيف اواي، ادخل البوست الاخر غادي تلقى واحد 40 واحد ولا اقل حاجه كتكون 50، ولا كاين 100 200، كيقول لك غادي تابونا عندهم كاملين، وطاقي خمسه صحابك وتبارطاجي. هاد الناس هادو كيفاش كيخدموا؟ كيكونوا ثلاثه النقط اللي كيكونوا، كيكون هو، كيكون المتابع، وكيكون هذاك السيد اللي جا خلص باش هو يدير ليه الاشهار باش الناس يدخلوا عنده، وكيكونوا بعض الاحيان اربعه الناس، كيكون هذاك السمسار اللي كيمشي يجيب الهمازي. من بعد ما كيجي هاد السيد اللي كيكون عنده الفلوس، كيكون الانستغرام ديالو يلاه بدا، كيمشي عند هاد فلان، تيتجمعو هما واحد 100 واحد، حنا نعطيو غير مثال 100 واحد، 100 واحد يلاه بدا في الانستغرام، كيبغي يكبر الانستغرام ديالو، اش كيديرو؟ كيقولو غنمشيو عند واحد اكس، عنده مليون ابوني ولا 800,000 ابوني، غنعطوه 500 درهم ولا 800 درهم ولا المهم واحد الثمن كل فرد. كيمشي هاد السيد، انا ما تنهضرش على كلشي، كاين الناس تيربحوا الناس وكاين اللي تينصب على الناس. تيتجمع ديك كل واحد تيديروا معاه، تيفيرسوا ليه شنو كيهزوها من داك القدر ديال المال. قدر ديال المال حنا نفترض 8 ديال المليون، كيخسر فيها واحد 2 المليون ولا 3، كيدير لك تليفونات 1000 درهم 500، هادي كيربح واحد 20 واحد. هادشي ماشي مشكل، المشكل فين كاين؟ انه راه حتى داك الربح كيقدروا ما يربحوش، كيقول لك داك الكونت ديزاكتيفا ولا ديك لو كونت سينيالا، هنا في كاين المشكل. وكاين مشكل اخر، ان هاد الناس هادو اللي كيديروا الجيف اواي على قبل الفلوس ولا على قبل شي حاجه، كيعلموا الناس ولا حيت شكون اللي كيشارك في هاد الجيف اواي؟ واحد الفئه العمريه، واحد الفئه عمريه ما بين 16 عام ولا 15 عام حتى 24 ولا 22، يعني هاد الناس هادو تيعلموا في واحد الفئه عمريه العجز،
يعني كتولي انت تقلب على لي جيف واي في الانستغرام، تشارك في هذا وتشارك في هذا وتشارك في هذا باش تجي فيك القرعه وتربح حتى انت ديك 500 ولا 700 درهم. انت ما عارفش شحال يقدر يكون رابح. انا ما كان اتاكي حتى واحد، الله يسهل على كل واحد يربح اللي بغى، غير ما تربحش على ظهر الناس اللي محتاجين. وكاين كيف ما قلت لكم هادو كيكونوا اربعه الناس ولا خمسه الناس اللي مستافدين، كيكون هذاك السيد اللي منظم الجيف واي، كيكون هذاك اللي مخلص باش يطلعوا ليه لي زابوني، وكيكون المتابع او الفان او المشترك عندك في القناه ولا في الانستغرام اللي كتعطيه داك الجيف واي باش يشارك فيه. وكاينين ناس اخرين اللي كيديروا طريقه اخرى، اما كيدير جيف واي من المال الخاص ديالو هو باش يطلع لي زابوني ديالو، كيدير جيف واي كيقول لك انا راه غتربح معايا هاد القدار ولا هاد الحاجه بشرط انني نوصل 10000 ابوني ولا 3000 ابوني. والمهم هو علاش قدر كيقول لك شحال خاصني نوصل باش نعلن على الفائز. هذا يقدر يربحك يقدر ما يربحكش على حساب شنو هو وشكون هو. هذا ما كان ورا بزاف الناس من بعد كيديزابوناو، يعني هاد النقطه نهضر عليها في الاخر ديال الفيديو. هذه من جهه، من جهه اخرى كاينين دوك الناس اللي كيدير لك لايف، كيدير لك لايف وكيقول لك راني داير جيف واي لايف، يجيب شي طاجين ولا شي براد ولا شي طير موصى ولا شي قدره ولا ما نعرفاش، تدور بها 4000 و 100 درهمات و 20 درهمات، كيقول لك عرف لي شنو في وسط الطاجين اتربح معايا. واش من نيتكم؟ واش لهاد الدرجه وصلتوا باغين غير تطلعوا بالزربه؟ راه اللي بغى يطلع كيطلع بالخدمه ديالو، كيطلع بالتعب ديالو. راه ما يمكنش انا نجي نلزم على شي واحد يدخل يتفرج فيا هو ما تعجبوش داكشي اللي كندير، راه ما يمكنش. راه يمكن ندير لك ابوني انا كمثال، انا غادي نشارك في واحد الجيف واي، وهذه هي النقطه اللي نهضر عليها في الاخر ديال الفيديو. كما قلت لكم نقدر انا ندخل لا فيديو ديال الجيف واي وندير لك ابوني حيت كاين جيف واي، ولكن ملي يسالي الجيف واي من الربح نقدر نديزابوني ونقدر نبقى ابوني على حساب انا واش انت فيك داكشي اللي باغي نتفرج فيه ولا لا. يعني انا الا كنتفرج في واحد الحاجه غادي نمشي ندير لها ابوني وغادي نتبعها، اما لما تنتفرج في واحد الحاجه ولا ما تفيدنيش ما غاديش ندير لها ابوني اصلا واخا يكون جيف واي. حيت اللي كيكون بزاف مشاركين في هذا الجيف واي ديال الانستغرام كيكونوا بنات، وكيكونوا بنات دايرين كيكونوا داكشي ديال اللي كيديروا الواي واي وهاد التخربيق هذا كيف ما كان. المهم هذا الموضوع موضوع اخر انتم عارفينه. يعني انا غندخل الا دخل الجيف واي ما نقدرش ندير ابوني لوحده تتعرى ولا تدير شي حاجه خايبه. يعني انا ملي نفترض كاع شي وحدين كيديروا ابوني كيسالي الجيف واي ما كيربحش كيديزابونا، يعني شكون اللي خاسر في هذا الشيء كامل؟ خاسر الفان المتابع، خاسر هذاك اللي خلص فلوسه باش انه يدخلوا عنده المتابعين. يعني في اخر المطاف شكون الضحيه في هذا الشيء كامل؟ هما المتابعين ولا لي فان ولا كيف ما كيسموهم العائلات. كيبقى لك عائلتي، صباح الخير عائلتي، صباح الخير عائلتي تنصب على الناس، صباح الخير عائلتي تضرب على بنادم الملايين وعاطيه 3000 درهم. حنا ما الله يسهل على كل واحد، والله ما حاسدين شي واحد، وحنا ما انا الحمد لله ما عنديش هذا المشكل هذا وما كنتداخلش في هذا الشيء، غير بغيت نعطي رايي حيت انا تنعرف الناس تيديروا جيف واي وصادقين والله يعمر هذا. وكنشوف دوك كيف ما كيقولوا عليهم دابا الشناقه، بين قوسين الشناقه، حيت هما مدورينها بيناتهم. بحال قلتي شي شركات خدامين مع شي ناس كيبقاو يدوروها بيناتهم، مره يخدم هذا مره يخدم هذا مره يخدم هذا مره يخدم هذا. فهمتونا اش بغيت نوصل لكم؟ وانا اللي غادي ننصحكم لا المتابعين لا الناس اللي كيحطوا فلوسهم باش يدخلوا عندهم المتابعين. اخويا ولا اختي انت اللي باغي المتابعين ولا انت اللي باغي المتابعين، غدير واحد الكونتوني زوين، غتخدم على راسك، وراه ما غاديش حتى حاجه ما كتجي بحال كطير، كل حاجه كتجي شويه بشويه شويه بشويه حتى كتوصل. انا القناه ديالي دابا راه من الاخر ديال 2017 من شهر 11 يمكن ديال 2017 يلا في 4000 ابوني. اما كيف ما قلت لكم الناس اللي كيحطوا فلوسهم باش يدخلوا عندك الناس يتابوناو، انا نعطيك واحد الحل سهل. دير واحد الفيديو صغير فيه واحد 40 ثانيه، تحطو يا في الانستغرام يا في فيسبوك يا حتى في يوتيوب،
هذيك 800 درهم ولا 1000 درهم اللي تعطي لهذاك السيد باش يطلع لك لي زابوني، غتمشي تخلصها في جوجل ادز ولا في فيسبوك ادز وغادي يطلع عند الناس بزاف. كنتي كدير شي كونتوني مزيان راه الناس تلقائيا يدخلوا يتابوناو عندك، كنتي كدير شي حاجه لها علاقه راه الناس راه ما غاديش يتابوناو عندك. هادشي اللي بغيت نوصل لكم، والناس اللي كيشاركوا في لي جيف واي عرفوا فاش تشاركوا. شي حاجه كتبان لكم واحد القدر اللي كبير وفيه كثره الشروط، داك الشيء راه غيبان لكم مناش كاين. ودخلوا قلبوا على الناس اللي واش ثقه ولا ماشي ثقه. بغيتوا تشاركوا في لي جيف واي دخلوا عند الناس اللي كيديروا جيف واي من عندهم، ماشي كيقول لك دخل دير ابوني 600 واحد. هذيك 600 واحد لاحطوا غير كل واحد 500 درهم عرفتي شحال هذيك، وفي الاخر يربحك هو واحد ايفون ولا واحد تليفون ولا بي سي كاع ولا كاميرا. انا شاركت في واحد المسابقه مؤخر ديال واحد السيد دار فيها، كانوا فيها 40 واحد وكانوا فيها 10 الجوائز، كانت فيها كاميرا بروفيسيونيل، ميكرو، فيها ماتيريال ديال التصوير ديال الناس اللي باغيين يبداو. هذه مزيانه، بادره مزيانه، يعني اللي ربح واحد كاميرا وهذا يعني نحتاج ليها. هذا كنتمنى من الناس وعاو شويه وعرفوا شنو كديروا، مابقاوش يتابعين اللي جا تبعوه اللي جا الواد اللي جا يديكم. حاولوا تبعوا شويه وحاولوا تزيدوا بالقدام الكونتوني، الكونتوني اللي مزيان اللي طلعوا، ما طلعوش اي حاجه. كندخل دابا اليوتيوب كتشوف شي حوايج تضروا في الخاطر، تتلقى وحده تدير شي حوايج لا علاقه طالعين لي زابوني. وكاينين الناس اللي تيديروا افلام قصيره واعره وزوينه وتيدير لك افلام نيت ومصور بالكاليتي والصوت ولي زيفي وكل شيء مزيان، كتلقى عنده مسكين الفيديو لايح عام هذا يلاه عنده 40000 مشاهده. كتلقى وحده كدير داك الشيء لا علاقه مليون مشاهده 800000. وهاد الناس هادو اللي كيطلعوا هادو هما اللي كيتشكاو كيقول لك واه يوتيوب الكونتوني ما نقيش، راه اللي كيطلع واللي كيهبط هو المشاهد. يعني نتمنى من الناس اللي كيتفرجوا ما تبقاوش تطلعوا لينا اي حاجه، طلعوا لينا غير الناس اللي مزيانين، باش حتى الا دخل شي واحد براني اليوتيوب عندنا يشوف شي حاجه مزيانه ما يشوفش غير الحوايج الخايبين، حيت هذا الشيء كياثر على السمعه ديال المغرب، تاثر على ولادنا وبناتنا. راه الا دخل الدري صغير عنده 12 عام دخل كيتفرج في شي حوايج خايبين راه كيترسخ ليه داك الشيء في عقله، كيكبر كيقول لك خاصني ندير بحال هذا الشيء. نتمنى ان الراي ديالي كانت فيه شي حاجه مزيانه، انكم استفدتم من هذا الفيديو، ونتمنى انكم تابوناو وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم. تهلاو في راسكم، ونتمنى من الشناقه ما تبقاوش تشنقوا على بنادم، عطوا الناس رزقهم. تهلاو في راسكم.